ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بكم. صحيفة واشنطن بوست تقول إن نسبة العراقيين الذين يعتبرون إيران تهديدا حقيقيا لبلدهم في ارتفاع، بما تفسر ذلك؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. من الطبيعي أن الفجوة قد كبرت بين العراق، بين الشعب العراقي والإيرانيين، لأن ما حدث ويحدث دائما في العراق من أضرار ومن مشاكل ومن حروب داخلية كانت إيران لها اليد في كل هذا. إذن الشعب العراقي قد يعني وصل إلى حالة من يعني التيقن بأن إيران هي مصدر المشاكل ومصدر اندثار العراق في المستقبل، إذا أخذنا بعين الاعتبار انغياب الدولة الوطنية وإبدالها بميليشيات وأحزاب تابعة لها في العراق. ما يحدث الآن في تشكيل الحكومة الإيرانية العراقية هو تدخل إيراني، لأن المشاكل قد حدثت وليس هناك حل لخروج حكومة عراقية موحدة. ما حدث في البصرة من مشاكل في قضية قطع المياه عن العراقيين في المناطق التي كانت لها يعني صلة بالروافد الإيرانية كانت سببها إيران. الميليشيات الموجودة التي قتلت العراقيين في المناطق الغربية والشمالية كان لإيران السبب الأول فيها. إذن العراق وصل إلى حالة من يعني التيقن واليقان بأن إيران هي التي ساعدت على يعني عمل هذا الجرح الكبير في العراق بسبب وجودها وتواجدها اللاشرعي في هذا البلد الذي كان بلدا موحدا، ليس للشيعي والسني يعني فرق، ولكن إيران جاءت بالطائفية من أجل أن تقول فرق تسود وتقف موجودة في العراق يعني، وعلى حساب العراقيين وعلى حساب اقتصاد العراق وعلى حساب المجتمع العراقي. بعض الشهود العيان من المتظاهرين تحدثوا عن أن السخط على إيران يعني يزداد في العراق، وهناك من يتهمها بأنها هي من تفتح السيول على المدن العراقية وتقوم بتجفيف الأنهار أيضا، وآخر هذه الاتهامات أنهم يقومون بقتل الثروة السمكية العراقية بحسب الشهود العيان. ولكن يعني أستاذ أمير، ما حدث في البصرة، المتظاهرون قاموا بإحراق العلم الإيراني وإحراق مقرات أيضا لميليشيا تابعة لإيران، مع ذلك الحكومة تقول بأن هذا الفعل هو من قبل مندسين. لماذا تقوم الحكومة أو بالترويج لهذا الأمر؟ أنا باعتقادي الشخصي وباعتقاد العراقيين معي في أن العراقيين في الشارع العراقي لا يفكرون بما تفنده الحكومة العراقية. هناك فكرة سائدة في المجتمع العراقي في أن مسؤولية إيران في العراق هي مسؤولية كاملة، سواء كانت من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية. إذن الشعب العراقي وحسب ما يعني نشرته آخر يعني استطلاعات الرأي في العراق تقول بأن أغلبية الشعب العراقي يعني تضع المسؤولية على الوجود الإيراني وعلى الأذرع الإيرانية وعلى سياسة إيران من أجل إبقاء العراق كبلد متفتت وبلد ضعيف تستطيع من السيطرة عليه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ما نلاحظه الآن من خلال مشكلة يعني الوصول إلى حكومة عراقية، أنا في نظري في أن إيران لها دخل، لأن الوزراء الذين لم يقبلوا من قبل البعض هم وزراء يعني قد دفعت بهم إيران عن طريق أحزابها الموجودة في العراق. ما حدث للثروة السمكية في العراق، لاحظ يعني كل العراقيين هم ليس يعني بأغبياء، العراقيين يفهمون الوضع. ما حدث للثروة السمكية في العراق وبعدها دخول المنتوجات الإيرانية إلى السوق العراقية بغزارة هو شاهد على ما تعمله هذه السياسة الإيرانية الإجرامية بحق العراقيين.
ما حدث اليوم من كلام عن وجود الرئيس العراقي في إيران، أنا في نظري سوف لا يغير من شيء، لأن إيران في وضع يعني صعب، وما تعمله في العراق سيستمر إلى آخر يعني فترة تكون فيها موجودة في العراق. إذا العراقي إذا كان في البصرة أو في بغداد أو في الشمال في الموصل يعلم بأن إيران هي السبب الأول والرئيسي لكل مشاكل العراق. انخراط مئات الآلاف في تلك الميليشيات التابعة لإيران، البعض يرى أنه ربما سيجعل لها يعني ظهيرا قويا يتمسك بها وبمن وراءها على سبيل المصلحة. يعني مع تزايد هذا السخط ضد إيران، أيضا هناك ازدياد في وتيرة الانضمام إلى تلك الميليشيات التابعة لإيران. كيف تنظر إلى هذا السخط الشعبي ضد إيران في ضوء تنامي قوة الميليشيات أيضا؟ لا شك أن يعني الدور الذي تمر به إيران هو دور صعب. إيران لحد هذه اللحظة التي نتكلم بها هي موجودة بصورة قوية في المؤسسات العراقية، وخصوصا المؤسسات الشبه عسكرية، بين قوسين الميليشيات والأحزاب التي تحمل السلاح ويعني وتقرر دورها بهذا السلاح في العملية السياسية التي قبلت بها أمريكا وقبل بها الغرب مع الأسف. ولكن هذا الدور في اعتقادي الشخصي أن هذا الدور سينتهي يوما ما، لأن الوضع الإيراني في العراق قد تبدل، وأن يعني ضعف إيران في العراق سيتوضح بصورة أكثر في المستقبل القريب، وأن هذه الميليشيات سوف لن يكون لها أثر إذا أخذنا بعين الاعتبار خروج إيران من العراق وتهاوي هذه الميليشيات، لأنها ليست سوى أذرع تابعة لإيران وليست أذرع عراقية تفكر في الضمير وفي القلب في الدفاع عن ثقافة غريبة عن العراقيين، ألا وهي الثقافة الإيرانية الفارسية التي استطاعت من أن تدخل عن طريق الطائفية، ويعني عطف العراقيين بالموقف الطائفي الذي يعني نستطيع أن نعتبره موجود في العراق من خلال يعني ما حدث في من مشاكل في السابق. إيران استطاعت أن تستغل هذه يعني المشكلة للتغلغل في العراق، ولكن أنا في نظري وفي نظر العراقيين في أن الشعب العراقي قد علم، ولكن بصورة متأخرة مع الأسف، وستطرد إيران لا محالة من الأرض العراقية. السياسية العراقية الأستاذ أمير المفرجي، كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك.